صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بين الكلام أو الشبهات التي أثارها هؤلاء الظلاميون على صحيح البخاري هذا الكلام هذا. تخيل معي، جاء الحاكم بعد البخاري فاستدرك على البخاري بكتابه المستدرك على الشيخين، المستدرك على الصحيحين. يعني ماذا فعل؟ أخذ الأحاديث التي هي على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، وأفتح القوس عندما أتحدث عن شرط البخاري وشرط مسلم، لا وجود لشرط البخاري في صحيح البخاري، البخاري لم يضع شروطا، بل استنبط هذه الشروط الشيوخ بعد ذلك وقالوا هي شروط البخاري. وهنا أذكر لكم واقعة، جاء شخص يريد أن يناظرني وقال ما هي شروط البخاري؟ قلت له قبل أن أجيبك أين ذكر البخاري شروطه؟ قال ذكر في مقدمة كتابه. قلت له تريد أن تناظر رشيد الأيلان ولم تفتح صحيح البخاري؟ قال لماذا؟ قلت له لأن البخاري لم يضع مقدمة أصلا لكتابه. الكتاب يبدأ حديث عن الحميدي إنما الأعمال بالنيات، بهذا يبدأ الكتاب، لا وجود لمقدمة. والشروط التي تدعي أنها شروط البخاري هي ألصقت بالبخاري. ويستغرب هنا أن الإمام البخاري رحمه الله لم يشترط شروطا أو ما وضع شروطا أو لم يتحدث عن شروطه، وسبحان الله إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. إذا أراد الله عز وجل أن الناس لكي يسمعوا يعرفوا المجهود الذي بدله البخاري وغير ذلك ويتأكدوا أن هذا الصحيح صحيح بالفعل، يخرج أمثال هؤلاء فيستشكل باستشكال كهذا. لا وجود لشرط البخاري في صحيح البخاري، البخاري لم يضع شروطا، بل استنبط هذه الشروط الشيوخ بعد ذلك وقالوا هي شروط البخاري. هذا الاستشكال فيه الرد عليه من وجهين. الأولى أنه أثبت به أن العلماء ماشي غير جاءوا خذوا البخاري هكذا إيمان أعمالا، بل بحثوا فيه ونقبوا فيه لدرجة أنهم استنبطوا منه شروط الإمام البخاري رحمه الله، وهذه نقطة في صف الإمام البخاري وليس في صفه. أنت واحد الكتاب ألفته، جاء العلماء هم من قالوا أنه اشترط، لما نظروا فيه وبحثوا فيه قالوا أن هذا الكاتب اشترط هذه الشروط 1، 2، 3، أيهما سيكون أقوى؟ إن نطقت أنت بهذه الشروط أم إن شاهد لك غيرك بها؟ طبيعة الحال أنك إن نطقت قلت سأشترط في كتابي هذا، ليس بالضرورة أنك ستلتزم هذا، أو ليس بالضرورة ستستطيع أن توفي هذا، قد يكون تقصير فيأتي من بعد من يقول لك أنك لم تلتزم بهذه الشروط، لكن أن يشهد لك أهل الفن وأهل الاختصاص هذه نقطة في صفك. ثانيا لا يحتاج أصلا الإمام البخاري أنه يقول لك أنني اشترطت كذا. من عنوان الكتاب مثلا، عندما تجد شخص سمى كتابه الجامع المسند الصحيح، غتقول والله هذا اشترط أن في كتابي هذا أن تكون الأحاديث صحيحة ومسندة، مسألة بديهية أنك تعرف أنه اشترط هذا. وباقي الشروط كذلك، عندما تنظر في الأحاديث التي خرجها وما شابه تعلم باقي الشروط. عندما ترى مثلا أن الإمام البخاري رحمه الله لا يأخذ إلا عن الثقة الذي طالت ملازمته للشيخ. نعطيكم مثال، الرواة عن الراوي طبقات، الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة والطبقة الرابعة والخامسة. طبقة ديال الرواة الأولى هم تلاميذ الراوي الذين لازموا الراوي، الذين يروون عنه وأخذوا عنه الكثير وسافروا معه، بعضهم قد يكون سافر معه غير ذلك. مثلا الإمام الزهري رحمه الله له تلاميذه ينقسمون إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى كما قلنا هم الثقات الذين طالت ملازمتهم له، كالإمام مالك رحمه الله، يونس بن يزيد، سفيان بن عيينة وغيرهم. هؤلاء هم تلاميذ الإمام الزهري الذين طالت ملازمتهم له. والطبقة الثانية ليسوا كالطبقة الأولى في طول الملازمة أو ما شابه، هم مثلا الأوزاعي وسعيد بن المسيب وغيرهم. فأكيد أحاديث الطبقة الأولى عن الزهري أقوى من أحاديث غيرهم. الإمام البخاري رحمه الله
كان يستهدف هذه الطبقة، هذه الطبقة الأولى التي طالت ملازمتها للراوي والتي أخذت عن الراوي، يعني هاد التلاميذ ديالو الخصائص اللي ديما كيجلسوا في الحلقات الحديثية ديالو ديما يلازمونه ويسافرون معه بعضهم، هذا هو الهدف ديال الإمام البخاري رحمه الله. وأحيانا قد يروي أحاديث الطبقة الثانية لكن من باب المتابعات أو الشواهد. كيف؟ المتابعات هي مثلا أننا عندنا الزهري يروي عنه مالك، يروي عن الزهري مالك رحمهم الله، ثم يأتي مثلا سفيان بن عيينة فيروي كذلك عن الزهري، ولا نقول أن سفيان بن عيينة تابع مالك أو العكس، عندما يأتي ويروي عن الزهري حديث ويأتي مالك ويروي عن الزهري حديث نقول مالك تابع سفيان بن عيينة. هذا في المتابعات. الشواهد تكون في المعنى عندما تنظر إلى حديث وتقول أن هذا الحديث شاهد، أي هناك حديث صحيح وافقه في المعنى، وافق معناه أو جزء منه وافق معنى هذا الحديث. هذا باختصار. فالإمام البخاري رحمه الله قد يروي للطبقة الثانية من باب المتابعات والشواهد، والأصل في كتابه أنه يستهدف الطبقة الأولى من طبقات الرواة، على عكس الإمام مسلم رحمه الله. فحتى تعلموا أهمية هذا العلم وأهمية هذا الدين، فديننا مشيخ دينا هكذا، فنسمع هذا الكلام. تخيل معي، جاء الحاكم بعد البخاري فاستدرك على البخاري بكتابه المستدرك على الشيخين، المستدرك على الصحيحين، يعني ماذا فعل؟ ما الإشكال في أن الحاكم يخرج كتابه المستدرك على الصحيحين؟ ما المطعن في الصحيحين هكذا؟ علما أن كثير من أهل العلم لم يوافقوا الحاكم على هذه التسمية، تسمية المستدرك. ثانيا، عيب أنك تشكل بإشكال كهذا على الإمام البخاري رحمه الله وأنت تزعم أنك الناقد النحرير الذي سيستخرج أخطاء البخاري، ولا تعلم أن الإمام البخاري لم يشترط أن يخرج في كتابه كل الصحيح، بل اشترط أن يخرج في كتابه الصحيح. وهناك كاين فرق، غنقول لك أنا سأخرج في كتابي هذا الصحيح، فرق أنني أقول لك في أنني سأخرج في كتاب هذا كل الصحيح. والإمام البخاري تروى عنه مقولة يرويها الإسماعيلي أنه قال: ما كتبت أو ما أدخلت في كتابي إلا الصحيح، وما تركت من الصحيح أكثر. فالإمام البخاري رحمه الله لم يشترط أن يروي كل ما صح عنه في كتابه، ومجهود الإمام البخاري في ترتيب صحيحه وغير ذلك مجهود كثير، لكن اختصرنا هذا فقط فيما قد يزيل اللبس على الناس ويعلم أن هذا الكتاب أو أن الإمام البخاري رحمه الله لم يأتي بشيء من عنده، بل اجتهد في أن يبحث عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويتثبت عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبذل أقصى جهده في سبيل هذا، ولهذا أهل العلم أثنوا على هذا الكتاب. وبعد هذا، بعد الإمام البخاري رحمه الله، جاء العلماء في كل عصر من العصور فاهتموا بكتاب صحيح البخاري بالنقد والبحث والتمحيص وغير ذلك، فأثنوا عليه كذلك وشهدوا له، فتلقته الأمة بالقبول، وشهد له أهل الصنعة وأهل الاختصاص بالقبول. هذا باختصار، وهذا ردنا على هذا الكائن الذي يريد أن ينتقد البخاري رحمه الله. دون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم ويجمجمون ويقول لك بغيت ننتقد البخاري، سير تعلم وسير تقرأ. ولازلنا ننتظر المناظرة اللي قلتوا أننا رفضنا المناظرة وأنكم تريدون المناظرة ونحن ما أردنا، لازلنا ننتظر هذه المناظرة. وأنا في كل مقطع سأذكر بهذه المسألة، وإن كنتم الآن بعد أن تحديناكم المناظرة مشيتوا كدوا على حوايج أخرى، لكن نحن إن شاء الله سنذكركم بها في كل حلقة حتى يعلم الناس من الذي يرفض المناظرة. ونسأل الله الهداية لمن طلب الحق بصدق، ونسأل الله التوفيق والسداد والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، به قام ميزان دين الرسول، ودانا به العجم بعد العرب.